أوجه الشبه بين السفينتين الحربيتين الروسية والأمريكية، توقيت الزيارة وعدد جنود البحرية، والأهداف المعلنة المتمثلة في تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات والمعلومات، فضلاً عن أهداف أخرى غير معلنة تتمثل في تنافس محموم على سواحل البحر الأحمر. فوائد اقتصادية عديدة مرجوة بحسب الحكومة السودانية من هذا التنافس. متوقع أنه تكون في استثمارات كبيرة، وأنه في تكون في بواخر سواء كانت تجارية أو عسكرية. بتوقع في يعني شركات عدة تجي في استثمار داخل السودان، وده ينعكس انعكاس في زيادة الصادر والوارد. روسيا الموجودة بصورة شبه دائمة في قاعدة فلامينغو العسكرية شمال ميناء بورسودان تسعى لزيادة وجودها عبر قاعدة عسكرية منفصلة. أما الولايات المتحدة فتقول إنها تسعى لتعزيز الأمن البحري والتدريب وتبادل المعلومات بعد تحسن العلاقات بين البلدين. في ديسمبر الماضي قامت الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لم نتمكن من زيارة بحرية للسودان على مدار العقدين الماضيين، وفي كل الأحوال هذه الزيارة تعبر عن الدعم الأمريكي للسودان. نشاط تجاري لا يهدأ وسعي حثيث من دول عظمى على زيادة التعاون الحربي وكذلك الوجود الدائم على سواحل البحر الأحمر. لينا يعقوب، العربية، بورت سودان.